السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بدات الخدمه، بدات القرايه، ما كان غير لي زومبوتياج، واحد الكليو تما راه طايره ليها الرويضه ديال القدام على اليسر، لومبيلونس حاصله في لوطوروت، لومبوتياج كازابلانكا، ذيس از كازابلانكا. لومبيلونس الله. المهم انا هذه اول خرجه ليا من بعد الاصابه، غادي نخرج بشويه عليا نضرب دويره السلام نعرف. راني نخدم الكونتور، يعني التراجي غادي نبارطاجي معاكم، غادي يكون في اللين ديال الديسكريبسيون، وهذا الشيء اللي كاين الخوت. خليكم معايا. الغريب في الامر ان هذاك الكليو الحمراء طايره لها الرويضه القداميه ديال اليسر وما دخلت حتى حاجه، واش ما كانتش لاصقه مزيان ولا شي صداع ولا مع الوقت. المهم طايره لها الرويضه، ما داخل لا في بارير ما داخل في طوموبيل اخرى. اليوم ان شاء الله عندي واحد الاحساس انني غنلقى شي حاجه زوينه، شي صدفه زوينه، شي حلوف ولا شي ثعلب ولا شي حاجه طايح، شي بسطام طايح، علاش لا. السلام عليكم. اخيرا رجع للغابه اخويا، كنموت على الغابه. انا هو بنو نسناس ولكن فيرسيون واحده اخرى ديال بنو نسناس. الله يعطيك الصحه. ان شاء الله الخط في لاشين راه غادي نولي نزيد شويه ديال الكونتوني اللي عنده علاقه مع الغابه والجبال وكذا، ماشي غير البيكالا، يعني شويه ديال الكامبينغ، نتيستيو لكم لي طونت اللعيبات ديال الغابه، نديرو شي تراجيات زوينين على رجلينا غوندوني الى اخره. كنتمنى هاد النوع ديال المحتوى حتى هو يكون كيعجبكم، مش الا كانوا شي خوت باغين غا الكونتور ديال البيكالا سمحوا لينا. غنحاولوا نديروا خليط من الرياضيات في هذه القناه. هي الصراحه غادي تبقى البيكالا شاده 80% وكثر كاع، يعني واحد 85-90%، ولكن مره شويه الكاياك، مره شويه السيرف، باش الانسان ينوع. انتوما تشوفوا شي لعيبه جداد تستافدوا منهم. شحال توحشت التسرسيره. والهدف ديالي نديرها واحد 10-12 كيلومتر رجع بحالي، ونديرها بريتم خفيف مساري مع راساتي مهوي مغربي شايف مناظر. هذا الشيء اللي كاين. فاش كنت جاي راه لونسيت جي بي اس باش السيركوي ولا التراجي يكون في سترافا، اللي بغى يشوفو يعاودو يديرو مع صحابو ولا شي حاجه. غير هو كيف قلت لكم راه غادي نضرب غير شويه ديال الطريق. هاد البلاصه هادي كيكون فيها مره الحلوف، فايت لقيت هنا واحد النهار 6 واقيلا صغار، غيكون وليدات. وكذلك الخوت، مني دابا رجعت ان شاء الله وبقيت على شويه لونطرينمون، اول حاجه غادي نحاول نبدا بشويه عليا باش ما نعاودش نفرع راسي، حتى نولف واللي مسك لي عاود يرجع يقصاح شويه، يشدوا اللياقه البدنيه ديالهم. ومور او ميم طون غادي نحاول نقص شويه الوزن، من التسعينات غادي نهبط البدايه الثمانينات. صراحه 82-83 زوينه ليا، فيها 183 مزيانه ليا ديك 83 كيلو، 83-80 زوين. المهم انا هبطتها اقل من 85 راه انجاز. دابا راني كنرولي في 92 91،
على ما قال لي الطبيب هذا الشيء راه حتى هو واخا شي وزن قليل ولكن بحال حموله زايده على العمود الفقري. نخرجوا من هنا الخوت نمشيو للطريق ديال لي فاليز. خرج اليوم شويه معطل حيت كنت باغي تنوصل الولد الصغير للمدرسه، دونك 8:30 هو قريب بحال تقولوا 9 عاد خرجت، يعني غادي تبرز لي شويه الشمس. هي حبه دالو 7:30 الواحد يكون كيبيدالي. شكرا راني دابا رجعت ولكن ما فيها باس نتشمشو شويه. في الطراجي راه غيبان لكم الغابه الاولى دزت منها غابيدمون، الغابه الصغيره راه كنقولوا لها حنا غابه الصغيره في المسكوره، وغادي نتجه دابا للغابه الكبيره السوفاج كدوز على هذا الفيلاج هذا. طائر هذا كيقولوا له طائره بقر، وهاد الكحل هذا ديما كاين هنا، ما عرفتش شنو هاد النوع طائره بقر في الكحل تاهي مزيان. باغا تضربيني بديك الهنا بصحتكم نطور هنا. هذا صيفط الدراري للمدرسة وخرجي ترينين معلمي. مشات اللياقة البدنية. وقلت غندور شوية ما جبت لا بومبا لا كيت ريباراسيون ديال البنو لا والو، خارج ابسنطيح. شحال عييت توقع على الرجع بحال هنا. الله على شميجة، إنها شمس الصحراء. من أنتم؟ توحشنا بحال هاد الهبيطات وخا لي راه والو. احنا بدينا نصرخ. الله ناري. اسمع 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 خويا البقالة شي حاجة، الهدوء راحة نفسية. هاد البلاصة هادي دارو فيها النحل ما كانش، هاد البلاصة هادي في الربيع راه كتخضر تبارك الله كتولي غاية كلها كتكون عامرة نوار. إلا لاحظتو هنا كاين هاد الشجرات كبار منهم هادي العود ديالهم زوين، كاينين شي 3 أو 4 طوال. كنت كنفكر نصلح بهم واحد القنيطره كاينه هنا نوريها لكم. بزاف الناس كيدوزوا منها سواء صحاب البيكاله كيبغيو يدوزوا منها وما كيزعموش، ولا الناس اللي على رجليهم. ها هي كيف ما شفتوا، ها هي راه شويه شي واحد صلحها الصراحه حيت قبل ما نقطعنا لونطريمون كانوا فيها شي خشبات ناقصين. المهم دابا الصراحه ولات مزيان الواحد يدوز فيها البيكار. كنت كنفكر نعبر شحال غيخص ديال العود من هنا لهي، مثلا كاينه 3 متر نشدو داك الشجرات الكبار قد مداش نقسموهم على 3 متر ولا على العبر اللي عايشين هنا ونصطفوهم نديرو فوقهم خشبات بحال هادو لوحات وتولي قنطره مزيان يدوز فيها حتى موطور يدوز فيها بهيمه حاشاكم اي واحد يدوز فيها. شبان لكم في هذا البلان هذا الشجره هو كاينه طايحه واحد الوحده هنا راه تبني بها دار ماشي تبني بها قنطره. نشرب ميها ونزيدو شويه. جي بي اس راه فاش كنحبس كنفراني كيعرفني راني وقفت باش ما يبقاش يضيع الوقت. مثلا
انا عطيتكم على مثال بسيط، ضربت 10 كيلومتر وقفت ساعه وعاود ضربت 10 كيلومتر، ما يقول لكش راك ضربتي 20 كيلومتر في ساعه ونص، فهمتي؟ داك الوقت اللي انت حابس كي انولي، كيحسب لك الوقت اللي انت راكب. دونك راه دايرين في هاد اللعيبه زوينه، كنحبس كيدير تيتيت، كنعاود نديماري كنزيد متر وكيعاود يدير تيتيت. صراحه جي بي اس والله حتى مربوح. نوريكم واحد البلان الدراري، هاد الواد هذا ولا هاد، والصراحه انا كنظن هذا واد حار، يعني كانت شحال هذا واد صغيور، والناس اللي عنده شي دويره حداه كيلوح فيه الزبل ديالو حاشاكم. ديما كنشوف الرغوه، واش سبب الرغوه هما العيالات اللي كيصبنوا الفوق في الدوار وهذا الشيء كيهبط حتى لهنا، ومع الحركه الماء كيبقاو ينشفوا دوك القطاعات الهواء، والله ما عرفتش. المهم هاد الواد ديما فيه الرغوه، مكشكش هاد الواد. اكبر موسخ ديال الغابه هو بنادم، تصور معايا بنادم كيصلح دارو كيجي كيلوح الزبل ديال البني هنا، القاب صوليا جور مهرس جليش ماشي حشومه. المهم عييت الخوت، ف عييت صراحه شويه ولقيت واحد العقيبه غادي نضربها ابي. المهم غنضرب النص ديالها ابي ونكملها، شوف باش تعرفوا راه الجسم كامل بحال عضله وحده، كتمرنها كتمرنها كتقول لك مرحبا انا معاك، كتخلي عليها الراحه واحد شهرين ولا 3 شهور كتقول لك حتى انا معاك ولكن في الراحه دابا. المهم هذه بدايه، نضربوا اليوم ما داكشي اللي كتاب. دابا لحد الان راني ضارب 12 كيلومتر 58، 12 كيلومتر ونص، كنظن غنسالي بشي 20، كل مره ممكن نزيد 5 كيلومتر 10 5 10 كنرجعوا للنورمال. ديك 60 تولي تضربها عادي بكل اريحيه، هذاك هو النيفو ديالي انا. انا ما الصراحه ما كنضربش بزاف، 100 140. هاد البلاصه الخوت راه قريبه للنواصر، المطار ديال محمد الخامس، عليها كل شويه كتسمعوا طياره دايزه فوق من الراس قريبه قراب هنا كيدوز. كيبانو كبار بعد المرار الروايض، هم كيكونوا باقي ما تسدوش، كيبانو في السماء. هاد البلاصه راه ماشي طبيعيه الخوت، هنا راه كان مقالع ديال الحجر. هاد البلايص هادو كيتكراو ولا كيتباعو لشي واحد كيستافد منهم، كيجي كيقلع الحجر كيبيعو 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 كيبيعو، كتولي حفره بحال هكا كيحفر على بابها حتى القاع. داك الحجر واقيلا الصفر ديال اللي كيصاوبو به لي شوميني وداكشي، ومني كتبقى بحال هكا كتجي الدوله كتعاود تزرع فيها الشجار وكذا. وهي الصراحه كتكري منظر شويه زوين، ها هو شويه خطر، حيت خطر على الوليدات الصغار كيجيو مع والديهم هنا داروا لهم هاد العود هذا السياج. هي الصراحة في بوسكورة عطات واحد المنظر زوين، ها انت ها قرعت الماء عاوتاني. لا حول ولا قوة الا بالله، والله الا غادي خصني نولي نجيب معايا صويك ديال الزبل حاشاكم، شي صاك صغيور نقل نهز فيه هادشي اللي صغير اللي كنلقاه في الطريق. ها القرعة المهم الخوت، انا وصلت دابا لفاليج ديال بوسكورة. هاد البلاصه هادي مكرصه بزاف بالزبل، انا غنوريكم شي شويه باش تاخذوا فكره. دابا هاد القرعه هادي هي راه مليوحه دابا، تخيل معايا واحد يجي كيتريني سالا دلا بحال هكا، شنو خص يكون عنده في عقله؟ خص يكون عنده في عقله الخرشف، حشومه والله حتى حشومه. المهم هاد البلاصه هادي في واحد الحاله كارثي، انا راني غادي نجي غنجمع، ولكن الصراحه بحال دابا هذا الشيء هكا اللي مفرتات وصغير اصعيب تبقى تهز بيدك، خص داك الراطو تجر وتهز بالا شي خنشه، سينو غتسكن هنا وغتصدق ضارب يدك مع شي جاجه ولا شي مصيبه. وهذا الشيء كامل
واحد جايب قرعة شربها لاحة، واحد جاب قهيوة شربها لاحة، واحد جاب الماكلة هنا شربها لاحة. يعني لا مبالاة والسلام. هاد البلاصة دابا هادي هنا مع هاد الصور هذا كاملة زبل من الراس لراس، ونوريكم حاشاكم حدا لي بوبال وقرعية الما بلا عداد، ونوريكم حاشاكم زعما هاد الخشاع هنا. سمحوا لينا ما كليكيتوش على الفيديو باش تشوفوا الزبل، ولكن هذا الشيء ضروري شويه للتوعيه. قرايه الماء طروا الزبل الخوت، ما عمرك ما تلوح فيه الزبل في الغابه، حيت دابا انت نعطيك مثال، دابا انا رحت هذه غدا غيجيو يلوح واحد غتعمر وما كيخبوهمش، هذا الشيء ما كيخباش. المهم هذه البلاصه هذه الفاليز كامله مضروبه بالزبل حشاكم من هنا وهنا والجناب ديال هذيك اللعيبه هذه. وان شاء الله راه غادي نجي غادي نقي هذه البلاصه هذه، غادي ندير جهدي غنقي داكشي اللي قديت عليه، واللي قد يدير حتى هو اللي قد يعاون، يا اما هو وصحابه يا اما نتلاقاو كاملين جميع ونجيو نقيو هذه البلاصه هذه اللي بغيتو. اي اقتراح مرحبا، اللي حبيت الخوت. المهم هو الفائده ديال كل شيء هي الغابه تنقى بعدا، واللي يجي الواحد يجلس يحس به راسو جالس في مكان نقي. هادشي اللي كاين، ها هي البريويطه، توحشناها الصراحه والله. الجي بي اس فين ركبتو جا مزيان، 13.93 كيلومتر، 14 كيلومتر تقريبا. المهم المسافه اللي غنضرب اليوم راه خص تزيدو عليها واحد 3 كيلومتر ديال من الدار للبلاصه فين لونسيت الجي بي اس، والبلاصه فين غنحبس الجي بي اس. دابا اش غندير، غنشد هاد الطريق هادي، كاينه واحد الطريق زوينه كتعجبني هنا دايزه من تم حدا السياج وكتطلع وكدوز وراء الغابه. يلا خليكم معايا. هاد الفيديو هذا ديال اليوم راه نحاول نلوحو لكم الجمعه اليوم في العشيه، ما لحقتوش راه غنلوحو السبت غدا. هادي الطريقه الخوت اللي قلت لكم كتعجبني، راه غتبان لكم في التراجي في سترافا. المهم انا غنوريكم دابا بالفيديو عاملين كندخل ليها، كتجي حدا لي فاليز. كندخل من هنا، كاين واحد الطريق مضايقة بزاف الناس ما كيعرفوهاش، ولكن هما صحاب الفيتات تم طراسي الروايط ديالهم فيه. صحاب الفيتات راه ما تيخليو حتى بلاصة فيما كاين شي طريق دوز بيكالا كيدوزو منها. لاحظت بانه النقطة الضعف عندي دابا في العقابي، في العقابي، وبيان سير هاد الشي غادي يتحسن مع الوقت ومع نقص الوزن. نولي نخرج في خاطري. بحال التراجيات حاولوا ديما تبعوا الروايد اللي مطراسين في الارض حداهم معاهم، غالبا كتلقى الدراري عندهم شي تراجيات زوينه. هاكا تبان صعيبة. واو هادشي علاش كنعجب، كيعجبني الفيتات ديال هادشي. هذا هو الفيتات اللي عزيز عليا ينعل بوت تايم كاع.
مرحبا. السلام عليكم. فين الشباب؟ كاين شي رياضة ولا وين؟ بخير؟ كي داير اخويا؟ بخير؟ صحة لاباس؟ الله يحفظك، تسلموا على الدراري. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ الله يحفظكم. واش فهمتي؟ سير مرحبا. تبارك الله. سي سي سي. الكوسان راه حاضر، راك عارف كيطلع من هنا. صافي راه الدري بارطاجي معاكم يوتيوب. روك رايدر. هذيك الار ار 8.1 مابقاتش كتخرج هذه زوينه. والله مليح بحال بحال 540 تقريبا في العماره حيت فيها روكشوك. لا بحال 560. سير سير الدري سير اصاحبي سير. زوينه عجبتك بيكاره؟ زوينه تبارك الله. شويه كنحس بها شويه ما ثقيله. ثقيله شويه. وكبيره عليك طاي اكس ال. لا ال يا ربي. لا ماشي مشكل كبيره. سي سي عندها فرق. دابا الدري هذا شويه طويل. شحال انت فيك؟ مترو؟ مترو 80. مترو 80. انا مترو 83. هذا غتجي شويه زوينه. هذه 23 ولا 29؟ 29 ودرت لها روايض عراض يعني شويه في الجدره. لا تخيلها شويه. وحتى لي زامورتيستور فاش كيكونوا رطبين راه ما كيخليوكش تبيضالي مزيان تجري. الله يحفظك بارك الله فيكم. راه الدري بارطاجي معاكم لاشين مره مره كومونطيو لي شجعونا. شجعوا الله والله ودي. الله يحفظك يلا الدراري بصحتكم. مرحبا. المهم الا بغيتوا تنظموا شي خرجه راه الدري خدا النمره. صافي؟ يلا. دابا الخوت تلاقيت مع واحد الدراري سلموا عليا. واحد فيهم عرفني قال لي يوتيوب مسكين. سلموا عليا قلت لهم مرحبا بغيتو خريجه باش نلعبها في اي وقت. قلت لهم راني كنت مبليسي زعما ما كنتش كنخرج بزاف يعني ما نقدرش نقول لكم انا راه كنخرج هاد النهار ولا هاد النهار ولكن قلت لهم مرحبا اي حاجه بغيتوها خذوا النميره ديالي. دابا الاخوان غنساليوها بواحد الفطور في الغابه. واحد السلام عليكم. السلام عليكم. كي دايره؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ المهم الخوت الخريجه ديالنا كانت هي هذه. انا غادي نحبس لكم الفيديو هنا. مازال لي الصراحه واحد 3 كيلومتر للدار. سالينا ب 21.68 يعني يقول واحد 25 كيلومتر ولا زدنا 3 كيلومتر في 24. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم والى اللقاء في حلقه قادمه ومع السلامه.